أمام شعبة اللجان الطبية التابعة لدائرة صحة نينوى، يصطف المئات من المصلين بطوابير طويلة منذ ساعات الصباح من أجل الحصول على تقارير طبية تتيح لهم إنجاز معاملاتهم في المؤسسات الحكومية الأخرى. غياب التنسيق والتخطيط وقلة الكوادر لدى مؤسسات الدولة ساهمت إلى حدوث زخم كبير من المراجعين. اجي لي هنا أنا في سبيل حتى اسوي شنو؟ فحص نظر، ونيجي الصبح ما موجود، العالم كلها واقفه، يقولوا لي الساعه 2 يلا يجي الدوام المسائي، يعني ما ادري الى متى، ما ادري. ما احنا اكثر من فتره صار نجي نقدم، كل ما نجي 20 يوم و20 يوم. هاي من 28 11 12 تقريبا نجي نقدم الفايل 20 يوم، تعال نجي 20 يوم، هم نفس السالفه 20 يوم اللي اختار علي، صار يمكن من الخميس يومين نجي لحد هسه وماكو. تعرضت البنى التحتية في مدينة الموصل إلى أضرار جسيمة بسبب الحرب، إضافة إلى قلة الكوادر في دوائر الدولة، مما أعاق تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية في المحافظة. عندنا نقص في الكوادر، لأن الكوادر ما لنا عددهم أكثر لا يزيد عن 22 منتسب، وإحنا دائرتنا تقوم بأعمال كثيرة، وعندنا ما يقارب 8 لجان بالإضافة إلى لجنة التربية والتعليم، عندنا 8 لجان أخرى واللي تدير المحافظة بكاملها. الحكومة المحلية في نينوى صرحت بأنها ستعمل على إكمال مشروع الحكومة الإلكترونية عبر وصله إلى مراحل متقدمة لأجل تفعيله لتقليل الزخم الكبير على المواطنين في مؤسسات الدولة. يعاني مشروع الحكومة الإلكترونية مشاكل أخرى غير تلك التي تتعلق بضعف البنى التحتية في الدولة، إذ يقر مسؤولون بمحاولة جهات سياسية وحزبية بتعطيل المشروع لأنها مستفيدة بطرق العمل البدائي، خصوصا بما يتعلق بالفساد المالي والإداري. فرح الزباري، ون نيوز، الموصل.